أنا فتاة كنت أفطرت في رمضان بسبب العذر الشهري، ولم أقضي تلك الأيام جهلا مني بأنه يجب قضاؤها، ولما عرفت بدأت أقضي. ماذا أفعل في الأيام الماضية التي لا أعرف عددها؟ جزاكم الله خيرا. عليك بتقدير الأيام التي أفطرتيها ولا تعرفين عددها، لأن تقدريها وتحتاطي في التقدير وتقضينها. ومع القضاء يجب إطعام مسكين عن كل يوم، إخراج صدقة نصف الصاع ما يعادل كيلو ونصف عن كل يوم للفقراء عن تأخير القضاء إلى هذه الفترة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كونها جاهلة بذلكم الحكم شيخ صالح، أليس لكم تعليق على هذا؟ الجهل لا يسقط من الواجب، وإنما يسقط الإثم. الصيام باق في ذمتها، عليها أن تقضيه. نعم.